القبض على شخص يدعي النبوة ويهدد المارة بالسلاح في السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو يظهر فيه شخص يدعي النبوة، الأمر الذي أثار ضجة واسعة. وظهر في المقطع المتداول سعودي يدعي محمد ابن الشايب يقف في طريق عام بالرياض أمام صورة للملك سلمان ابن عبد العزيز ولي عهد السعودية ويمسك في يده مذبحة ويدعي النبوة كما تضمن ألفاظ النبية ضد قادة المملكة. وأثار المقطع موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر هاشتاج محمد ابن الشايب قائمة الأكثر تداولا في المملكة، وطالب نشطاء الجهات الأمنية بالقبض عليه ليكون عبرة لغيره. ومن جانبها أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على مدعي النبوة الذي ظهر بحالة غير طبيعية في مقطع فيديو وتضمن أيضا ألفاظا نبية وعبارات خارجة من الآداب العامة. وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن الجهات الأمنية ألقت القبض على المتورط واتضح أنه مواطن سعودي، وأوضح أن المتهم صدم عددا من المركبات في أحد الطرق العامة وهدد المارة بسلاح أبيض كان بحوزته. وأشار إلى أن إجراءات الاستدلالات بينت أنه في حالة غير طبيعية وجاري إيقافه واتخذت بحق الإجراءات النظامية ومن ثم إحالته إلى النيابة العامة. لو أعجبكم الفيديو فضلا منكم وليس أمرا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل تشجيعا لنا حتى يصل لكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.